عرفت اللي حصل؟ عمرو خد افران. انت بتقول ايه؟ الله، دي كمان عرفتها قبلك؟ مع انك متعود تجيب لنا الاخبار قبل اي حد. مستواك بقى في النازل قوي يا ايمن، تحس كده انك ماسك حاجه انت مش قدها. بقول لك يا طارق، لو جاي عشان تتخانق انا لا فايق لك ولا فضيله. لا 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 لا، انا جاي اقول لك اللي حصل واللي كده كده كنت هتعرفه، ونصيحه مني بقى، ابدا فكر في اللي هيحصل، لان في حاجات كتير قوي هتتغير وحاجات هترجع زي الاول. فكر يا ايمن، فكر. يا خالد انت فين؟ عملت اللي قلت لك عليه؟ تمام. خالد عايز يسمع اخبار حلوه. مع السلامه. انت اطلع لي بره معايا، عايزك في حوار. نعم يا حبيبي. اطلع لي بره معايا، عايزك في حوار. وانا بتكلم حبشي اطلع لي، عايزك في حوار. عايزين نتحاسب راجل لراجل. نتحاسب؟ انت مجنون. ايه اللي ممكن يبقى بيني وبين واحد زيك متحاسب عليه؟ حساب قمر. انت هتعمل من بنها قمر؟ هتطلع بقى معايا بالذوق ولا هنقعد نلت ونعجن؟ بقول نقعد نتحاسب هنا عشان نبقى براحتنا. طيب سؤال صغير قبل ما نطلع نتحاسب، هو هيبقى واحد واحد ولا جماعي؟ انت ونصيبك. سيادتك انا ماشي مع حضرتك اهو. حاضر. دكتور نبيل من مصلحه الطب الشرعي. بيتهيألي سيادتك عنده كلامه لازم تسمعه، قول. أنا سيادتك دكتور نبيل. أنا آسف، حقك عليا، أنا اللي عملت فيك كده. وأنت برضه اللي خرشنتي نفسك كده؟ وإيه لا مؤاخذة شغل المحل اللي شغال ده؟ أنزل أنا آخد ميكروباص وأسيبكوا براحتكوا ولا إيه النظام؟ ولا رجب، أنت والواد عزيز وراكوا حاجة اليومين دول؟ بصراحة مش فاضيين، بس نفضلك يا شبح. ماشي يا عم، المهم وضبوا نفسكم بقى علشان شكلنا هنرجع نتشقى تاني. ايوه كده، اهو انت كده شبح اصلا. افتكر سيادتك كده الموقف كله اتغير. طبعا. ارجوك يا فندم، انا ما جيتش مع خالد بيه الا لما وعدني ان انا مش هتاذي. والله كونك جيت واعترفت ده جايز يفرق معاك. انما اللي انا مش قادر افهمه ازاي بني ادم في وضعك ومركزك يعمل كده. معلش سيادتك، احنا الوقت مش في صالحنا. تهيألي بعد اللي سمعناه محتاجين ناخد إجراء سريع. وصلني بالاسم بسرعة. أيوة، مين معايا؟ دي ظابط المباحث اللي عندي. أيوة، أنتوا خلصتوا إجراءات الإفراج بتاعت عمرو أمين ولا لسه؟ كده؟ أوقف إجراءات الإفراج وابعت لي عمرو أمين على النيابة فورا. في دليل جديد ظهر في القضية. طالما بتتصل يبقى الخبر وصل لك. جمال اسمع من فضلك، انا 100 مره قلت لك انا ما بحبش الطريقه دي. عاوز تقول حاجه تقولها بهدوء عشان افهمك. الله، مش انت اللي كنت عاوز كده؟ مفيش حاجه كان ينفع تعمل ما عملتهاش. مش هستنى اوردر من حضرتك. انا ما بتهمنيش الطريق، انا بتهمني النتيجه. واسمع كلام كده مش هينفع. احنا هنتقابل، انا هجيلك. مع السلامه.